بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله، اليوم يعني أقيم هذا الموكب البهيج، والموكب البهي من معلم عظيم هو جامع عقبة ابن نافع، من مدينة عظيمة، عاصمة إسلامية عبر التاريخ، ضاربة في أعماق التاريخ، حاضرة كذلك بنشاطها الذي لا ينقطع. هذا الاحتفاء جاء كما تعلمون جيدا بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، الذي تحتفي به الأمة الإسلامية من مشارقها إلى مغاربها، ويقدره كل يعني الناس الذين يعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رجل خالد، وهو أعظم رجل قدمته الإنسانية. كما ترون الاحتفاء كان يعني فيه جانب من البعد العلمي من خلال المحاضرة القيمة التي سمعنا إليها، كذلك من الإنشاد والمدائح والأذكار، وكذلك من تشجيع هذه البراعم الغضة الطرية التي تفتحت في جو طيب، والتي تتنافس والتي جعلت تتنافس على كتاب الله عز وجل، وتتنافس على حسن التلاوة، وتتنافس على أخذ العلوم، فهي تحصد أولى المراتب في دراستها، وتحصد كذلك أولى المقامات في تلاوتها. فالحمد لله هذه مناسبة بهية، نشكر من خلالها كل أهالي مدينة القيروان على الحفاوة وعلى حسن التنظيم، وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر ربيع الأنور طالع خير، ويمن على بلادنا وعلى شعبنا العزيز وعلى الأمة الإسلامية قط. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.